السلام عليكم، معكم أخوكم تركي الحربي من السعودية. أنا عندي الوالد أصابته جلطة في المخ وأثرت الجلطة على الشق الأيسر، وقمنا بالتواصل مع مصحة ماي لايف بإرسال التقارير الطبية لهم، ومن ثم دعونا للعلاج عندهم، والحمد لله تم العلاج، علاج الوالد، وكان هناك استجابة ملحوظة ولله الحمد. ونشكر إدارة ماي لايف ونشكر جميع القائمين على المصحة من ما قدموه لنا من خدمات طبية ومن خدمات منزلية كمان، حيث المصحة متكاملة من جميع النواحي. وننصح أخواننا في جميع العالم أن يتواصلوا مع ماي لايف إذا كانت هناك عندهم مشاكل صحية في من جلطات، من ديسك، من إصابات حواد لا قدر الله. وإن شاء الله ربي يشافي.